هذا وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية بالمحافظة الشمالية القاضي محمد ميرزا أمان أن على المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية مراعاة استيفائهم للشروط المقررة قانونا واصطحاب كافة الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الترشح. هناك شروط وضح القانون سواء كانت للمرشح البلدي ولا النيابي، أن يكون في عمره 30 عام، يكون يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، أن يكون بحريني الجنسية، أن لا تكون عليه أسبقية جنائية أو جنحا بعقوبة 6 أشهر وغيرها من الشروط المنصوص عليها في القانون. والحمد لله يعني جميع المرشحين اللي يحضرون ملمين بجميع الشروط الموجودة، ويعني ما في أي مرشح يعني حضر اللي كان عن موفر الشروط هاي كامل موجودة عنده، في يعني ما على بعض الشرط والله هو اللي كان في استكتاب اللي هو إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة. فهناك بعض المرشحين يعني أغفلوا إحضار الشهادات لتبين قدرتهم على اللغة، فهذه النقطة تقوم فيها اللجنة القاضي المسؤول عن اللجنة باستكتاب المرشح للتأكد من نقطة إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة.